أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل أعتذر، هو كان الإعلان عن فقرة الطلاق، لكن هي فعليا الفقرة التالية حنسلط فيها الضوء كالعادة. بنسلط الأضواء عندنا في سيدتي على المواهب السعودية، وموهبتنا اليوم حتكون مع أصغر مصور سعودي حنتعرف عليه من خلال زميلتي رنيم في الرياض. إليك يا رنيم، عارفين على الموهبة اللي والله عندك. والله يا خلود موهبة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زي العسل يعني، وشفنا صورته في البرومو كان اكثر من رائع، وانا فعلا يعني اول ما شفته مبسوطه فيه الى الان. شكلي حخطفه منك قريب يا رنيم. نعم شكلي حخطفه منك قريب. ربي يحفظه ربي يحفظه، اخطفي ما عنديش مشاكل، بيستاهل يطلع في كل مكان. شكرا لك يا خلود. ومشاهدينا فعلا موهبه جميله جدا، تحديدا ان هذه الموهبه بدات في سن صغير، هو لا يزال صغير لكن موهبته بدات في سن صغير جدا، 5 سنوات مشاهدينا، كانت اول مره تقريبا مسك فيها الكاميرا وبدا التصوير بشكل خلينا نسميه هاوي، لكن ما شاء الله الصور او حتى اللقطات او حتى البوزات اللي مشاهدينا ياخذها تدل على احترافيه كبيره. ضيفي في الاستوديو هو اصغر مصور، واللي ساعد على هذا الاحتراف اكيد هي بيئه مشجعه واسره داعمه، ربي يحفظهم جميعا. ارحب بضيفي في الاستوديو اصغر مصور وممثل تركي الحربي. كيفك يا تركي؟ الحمد لله تمام. جدا سعيده فيك انا يا تركي، كيفك ايش اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. طيب انت بدات التصوير وعمرك 5 سنوات صحيح؟ ايه. الآن كم عمرك؟ 10 سنوات. كل هذه الفترة كنت مستمر في مجال التصوير؟ التصوير والتمثيل كلها. التصوير والتمثيل. خلنا نبتدي بداية بالتصوير، يعني كيف كانت أنك أول مرة مسكت الكاميرا وكيف كانت أول صورة إلى أن وصلت إلى هذا المستوى؟ كانت يعني أول ما مسكت الكاميرا كنت يعني أصور صور مرة طيب، بعدين بدأت شوي شوي أتعلم 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 إلى تعلمت. طب مين ساعدك يعني؟ في لك صور مثلا هنا ماسكك الكاميرا مصور صغير، أوكي، أو مشاهدينا أيضا في صورة ثانية، اسمحوا لي هذا، في صورة ثانية لك أيضا، يعني أنت تستعد إنك تمسك الكاميرا وتخلي الأشخاص اللي حولك يساعدوك علشان تمسك أو تسوي لقطات. طيب مين ساعدك على إنك يعني تطور موهبتك؟ أولا هالي، ثانيا المصورين راشد العقيل، راشد صالح، حمد العتيبي. طيب بالنسبة للتمثيل، يعني أنا إذا أشوف اللقطات المعروضة عندي مثلا هذه اللقطة هي من معرض الكتاب صحيح؟ إي. يعني ممثل، أنت ممثل لك مشاركات مسرحية، حدثني عن مشاركاتك المسرحية. المسرحية يعني كنت يعني أول ما طلعت على المسرح يعني بدأت أرتبك، بدأت يعني أخاف. بعدين يعني بدأت أروح يعني خلاص يعني من أول مرة يعني المسرحية الثانية يعني أعجبت تمثيلي فبدأوا ياخذوني، فأول شيء الإعلانات ثم عاد المسرحيات بدأوا ياخذوني، فبدأت إعلانات ثم المسرحيات. مجال الإعلانات كان في البداية. العروض المسرحية اللي شاركت فيها كم عددها تقريبا؟ كثير يعني تقريبا، او خلينا نقول ابرز او اهم مسرحيات انت شاركت فيها. درس المكان، اليوم العالمي للطفل. طيب انت وين يعني هواياتك متعدده، ايش عندك هوايات غير التصوير والتمثيل؟ هذا يعني الاثنين بس. الاثنين؟ وين تلقى نفسك اكثر؟ بالتمثيل. بالتمثيل. طيب في ناس يشوفوا ان الفنان الشاطر او المحترف لازم يكون عنده فكره عن كل شيء، يعني مثلا يبتدي بصوره بعدين انه يسوي لقطه بعدين انا يبتدي حتى يمثل وممكن يكون مخرج، انت فعلا تخطط لهذا الشيء؟ ايه. كيف؟ يعني اخطط اول شيء اني اصور ومن بعدها يعني اصير امثل ثم اصير يعني عاد اذا كبرت ان شاء الله اصير مخرج باذن الله تعالى. طيب وتفكر في يوم من الايام مثلا تكون مخرج محترف؟ نقول ان شاء الله. نقول ان شاء الله. اكثر اعمال دراميه تحبها يا تركي؟ اعمال دراميه؟ مسلسلات. طيب مسلسلات الدرامية طبعا اكيد. ايش طبعا عادة اللي يكون الدعم الاساسي للمواهب اللي مثلك هم الاسرة طبعا، اضافة الى بيئة خلينا نسميها المدرسة. المدرسة كيف كان دعمها لك ولغيرك من الموهوبين؟ انا اولا درست بمدرسة حكومية ثم رحت اهلية. حكومية ما كانت مرة يعني. بس الاهلية يعني حسنة يعني خلتني يعني شجعتني. شجعتك كيف؟ كان لك مشاركات هذه السنة في المدرسة؟ ايه. ايش هذه المشاركات؟ كل ما اروح رحلة او يصير حفلة بذا يقول يعني يحددون يوم عيد يقولون روح جيب
الكاميرا وصور، ولما يعني تكون تصويرك حلو طيب راح ناخذ الصور حقتك ونحطها بالموقع حقنا. حلو، طب خلينا نستعرض مع المشاهدين مجموعه من الصور يا تركي وحدثنا عنها اذا كانت الصور طبعا معنا الان. هذه الصوره حدثنا عنها. هذه الصوره كانت حق نحميهم لا نؤذيهم. كنت طالع برا يعني اصور صور كذا الشجر وكذا، ف يعني مو بالصدفه جاء ساعدني فيها مصور. طيب فبديت امسك الكاميرا واصور. وهذه هنا النخل؟ وهذه يعني اتوقع بنفس اليوم. بنفس اليوم؟ إيه؟ كيف اخذتها؟ وهذه الصوره مثلا يعني اعتقد كانت كنت على الارض صح لما اخذتها؟ ايه. كانت بعد الساعه ناس اسمها، بس هذه العاده يعني تصور كذا الاشياء الصغيره. تكبرها. ايه. طيب وهذه ايضا في نفس الرحله او في نفس المكان؟ ايه. صور طبيعة، أنت تحب هذه جميلة، إيش هذه الصورة؟ إيش الهدوء هذا يا تركي؟ حدثنا عن هذه الصورة. هذه الصورة كانت أختي اللي تصورني. أنت تاخذ يعني تتعمد تاخذ بوز أو توقف بشكل معين صح؟ هنا مثلا صوروك وأنت تصور صح؟ إيه؟ أو هذه؟ هذه كنت في الاستديو. ف يعني مو بأختي مشاري يعني جاء هو مشاري شريبي جاء صورني يعني هو يجي يحدد لي حركات وانا ازينها واصور. وهذه الصورة؟ هذه الصورة كنت مع معالي الوزير. كنت هذا ايش كانت مشاركتك هنا؟ هنا كنت بغرناطة مول. انت مالي. انا كنت اصور. يعني كنت انا مشارك في الصورة. حلو. وهذه برضه تصورني يا مشاري. مشاري كثير يصورك مشاري واختك. ايه صح. طيب اذا في صور ثانيه، هذه برضه مشاري. مشاري كنت تعمل يوغا هنا. طيب وهنا هذا كان اعلان واضح البولو صحيح؟ إيه؟ هذه الصوره من اعلان؟ لا اها، لكن بس تعتبر اعلان. تعتبر اعلان، لكن انت تحب تجرب مثلا اوضاع مختلفه او تعابير حتى مختلفه بوجهك، ممكن تكون للاعلانات او حتى للادوار صح؟ ايه. هذه الصوره حلوه. طب انت ستايلش يا تركي، ما شاء الله ملابسك حلوه يعني حتى بالصور، ستايل شعرك، نظارتك، في احد يساعدك انك تختار شكلك او مظهرك الخارجي، اللوك حقك؟ ايه اهلي. اهلك؟ اكثر شيء يتابعوك اهلك او يعني مثلا تكون في اقتراحات او موضه شيء معين، او لا تفكر بالشيء اللي يناسبك؟ لا انا افكر الشيء اللي يناسبني. طيب اذا بسالك هنا ارجوكم احمونا ولا تؤذونا. إيه هذه كانت باي مناسبه؟ هذه الصوره موجوده عندنا هنا نفسها طبعا، لكن عن وهنا هذه الصوره كانت تتكلم عن ايش بالضبط؟ كان لها علاقه بحمله معينه او شيء؟ اي بحمله. حمله وشو؟ لنحميهم لا نؤذيهم، سويناها مرتين بحياه مول. هذه الحملة هي من بعدها قمنا نكسب ناس كثير يبون يشاركون معنا، فقمنا نشارك. عارف ليه؟ لأنك أنت عرفت تسوي الملامح وجهك أو تعطي التعبير المناسب لحالة هؤلاء الأطفال. طيب هذا شيء يعني اللي يعمل يا تركي ناس محترفين. في أحد يدلك مثلا ابتسم أو سوي وجهك بالشيء الفلاني أو لا، أنت بس مثلا يطلبوا منك أنك تعبر عن شيء معين وأنت اللي تغير ملامح وجهك تتحكم فيها؟ لا، هم أنا يطلبوني اني اعبر على شيء وانا اسوي. يعني في مساعدات تكون من الاشخاص اللي حولك؟ إيه بس قليله مو كثيره. اكيد قليله مو كثيره. طيب اذا بسالك عن العدسات، انت في عدسات معينه تحب تستخدمها او تكون مفضله عندك؟ لا عادي اي عدسه. طب ايش العدسات اللي تستخدمها؟ دائما؟ كثيره. لا لازم اعرف اسماء، ابغى اتعلم منك. عدسة زوم. الزوم. عدسة دي 50. عدسة هذا يعني أكثر شيء أستخدمه. أكثر شيء تستخدمه. طيب إذا بنسألك عن يعني إذا في رسالة تحب توجهها مثلا للأطفال أو الصغار الحلوين اللي في سنك اللي عندهم مواهب وما يعرفين كيف يستغلوها. اللي عندهم مواهب المفروض أول شيء أهلهم يساعدوهم. إلى يعني يميزونه. مو يعني يجي طفل يجي يقول لأمه أنا بزين هذه الموهبة، تجي أمه تقول له بعدين خلاص، يعني
زي تحطم الطفل، يعني ما تخليه مرة فخور بنفسه. فأقرب من الأمهات إنه ما يحطمونه يزينونه. هذا بالنسبة للأمهات، وبالنسبة طبعا للمدرسة أو للطفل بنفسه شو يسوي اللي عنده موهبة؟ هذا المفروض يطلعها الناس، مو يخبيها، لا يطلعها للناس. يا حبي لك. إذا مشاهدينا اسمحوا لي أشكر تركي الحربي المصور والممثل، طبعا استمتعنا بالصور اللي عرضها طبعا، إضافة لموهبته بالتمثيل ولتلقائيته، هذا شيء جميل جدا يا ربي مشاهدينا. ودائما نركز مثل ما قال تركي على أن أي أسرة عندها طفل موهوب أو عندها موهبة نساعده نشجعه، إذا طلب شيء معين ما في مشاكل أنه ياخذه، ممكن في وراها موهبة كبيرة مثل موهبة تركي ربي يحفظه. مشاهدينا سيدتي مستمر، تابعونا لكن بعد فاصل قصير. سيدتي 5 كيلوغرامات أقل وتكونين غزالة، أكل صحي يم يم، نشاط شباب حيوية مع حملة سيدتي ضد السمنة، اكتملي بالصحة والرشاقة. هذه حكاية جديدة من سيدتي، نسمة ودرة صديقات مثل الخوات، بس نسمة ثقيلة تعبانة كسلانة محبوسة، لكن درة واو. نسمة تسأل عن الحل، نقول لها بسيطة، حملة سيدتي ضد السمنة انطلقت. مع سيدتي كوني معانا، اكتملي بالصحة والرشاقة. في سيدتي بعد الفاصل، من انستغرام 5 أخوات يمكنك متابعتهم على حساب واحد.